اكتب العبارة 4 ضرب 8 زائد 3 باستخدام قانون توزيع الضرب على الجمع، ثم بسط الإجابة. دعونا إذا نحل العبارة أو نقيمها، ومن ثم سوف أتحدث قليلا عن قانون توزيع الضرب على الجمع. وعادة ما يسمى بقانون التوزيع فقط. إذا لدينا 4 مضروبة بما بين قوسين وهما 8 زائد 3 هنا. لدينا طريقتان لفعل ذلك. عندما يكون لدينا عبارة بين قوسين، نقوم بحساب ما بداخل القوسين أولا، ومن ثم نهتم لأمر ما هو خارج الأقواس، وسنستطيع فعل هذا بكل سهولة. تستطيع تقييم 8 زائد 3. 8 زائد 3 يساوي 11، ودعوني أنتقل بهذا الاتجاه. إذا فعلنا هكذا فسنحصل على 4 ضرب ما بين القوسين، يكون لدينا 11. 8 زائد 3 يساوي 11، فيصبح لدينا 4 ضرب 11 يساوي 44. التقييم يكون بهذه الطريقة، لكن المطلوب هو أن نستخدم قانون توزيع الضرب على الجمع، ولم نقم باستخدامه حتى الآن، نحن فقط قمنا بتقييم العبارة. استخدمنا الأقواس في البداية، ثم ضربنا بأربعة بحسب قانون التوزيع. علينا أن نضرب بأربعة أولا، ويسمى قانون التوزيع هكذا لأننا نوزع الأربعة، وسوف نفكر فيما يعنيه هذا. إذن في قانون التوزيع سيكون الحل كالتالي: 4 ضرب 8 زائد 4 ضرب 3. إذن 4 ضرب 8 زائد 4 ضرب 3. بعض الناس يفضلون القيام بالضرب أولا، لكن لا، يجب أن نقوم بتوزيع الأربعة ونضربها مرة بثمانية ومرة بثلاثة، وهذا هو الصحيح، أي هذا هو قانون التوزيع. خاصية التوزيع في الحل تكون عندما نقوم بالتقييم. سأوضح بطريقة مرئية سبب نجاح هذا القانون، وعندما نقوم بتقييمه، وسأستخدم لون آخر لعمل ذلك. 4 ضرب 8 يساوي 32، زائد 4 ضرب 3. 4 ضرب 3 يساوي 12، 32 زائد 12 يساوي 44، وهذا أيضا يساوي 44. إذا حصلنا على الناتج نفسه في كلتا الطريقتين، لكن المطلوب هو استخدام قانون التوزيع، فعلينا أن نوزع الأربعة أولا. دعونا نفكر الآن لماذا يحدث ذلك. دعونا نرى ما هو 8 زائد 3. دعوني أرسم 8 عناصر من شيء ما، 1 2 3 4 5 6، حسنا 7 8. إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8، ومن ثم سوف نضيف 3 عناصر أخرى. من نفس نوع العناصر ربما، 1 2 3. يمكنك الآن أن تتخيل ما هو داخل الأقواس. لدينا 8 دوائر زائد 3 دوائر. الآن عندما نضرب هذا كله بأربعة، ما معنى هذا؟ حسنا، هذا يعني أننا سنضيف هذه إلى نفسها 4 مرات. دعوني أفعل هذا من خلال النسخ واللصق. نسخ ولصق، سأنسخ أولا ثم ألصق هكذا. هذه 2 وهذه 3 وهذه 4. نجمع العناصر مع بعض. إذن ما المعنى الدقيق لذلك؟ يعني هذا 4 تكرارات، صحيح؟
دعوني أرجع إلى أداة الرسم. لدينا 1 2 3 4 ضرب هذه العبارة، أي 8+3. الآن ما هذا؟ ما هذا الشيء الموجود هنا؟ إذا أردت عد كل هذا فستحصل على 32، لكن ما هذا الموجود هنا؟ حسنا، إنها 8 مجموعة لنفسها 4 مرات. يمكنك أن تتخيل أنك تجمع هذه الأشياء، إذا كم ناتج 8 مجموعة لنفسها 4 مرات؟ إنها تعادل 4 ضرب 8. إذا هذه 4 ضرب 8، ولكن ما هذا أيضا باللون البرتقالي؟ إذن ما هذا الموجود باللون البرتقالي هنا؟ لدينا 1 2 3 4 مرات، في كل مرة يكون لدينا 3، الآن لدينا 4 مرات هنا، وهذه 4 ضرب 3. إذن هل ترى كيف يعمل قانون التوزيع؟ فإذا كان لديك 4 ضرب 8+3 عليك أن تضرب، وأعتقد أنك تستطيع تخيل تكرار الشيء 4 مرات، كل من 8 و3 تم تكرارهم 4 مرات، تم إضافتهم إلى نفسهم. إذن قمنا بتوزيع 4.